وللحديث أكثر عن التصريح الصحفي الذي أصدرته هيئة علماء المسلمين بشأن التصعيد الصهيوني الذي وصفته بالخطير في الضفة الغربية، ينضم إلينا عبر الهاتف من عمان مسؤول قسم الإعلام في هيئة علماء المسلمين الأستاذ معاذ البدري. حياكم الله أستاذ معاذ. حياكم الله، مرحبا بكم. أهلا بك أستاذ معاذ. بداية، ما الهدف من وراء التصعيد الذي تشهده مدينة جنين في الضفة الغربية من قبل قوات الاحتلال بهذا التوقيت؟ بسم الله الرحمن الرحيم. بداية تحية لكم وللمشاهدين الكرام في قناة الرافدين وفي عالمنا العربي والإسلامي، وتحية خاصة لأهلنا في فلسطين، ولا سيما السلة التي اختار الله عز وجل لتكون مدافعة عن المسجد الأقصى في القدس وفي جنين وفي بقية مدن المقاومة. الحقيقة يعني أمام هذا التصعيد وهذا النوع من الإجرام، لا يعد موضوع التوقيت ذا أهمية بالنسبة لمشروع احتلال على أرض يريد الاستحواذ عليها. الاحتلال ومشاريعه في كل زمان ومكان مجبول على التصعيد والانتهاكات، لأنه يتعاطى مع الأرض أو الأوطان التي يريد أن يستعمر فيها، يتعاطى معها بمنطلق الإجرام، بمنطلق الاستئصال، بأساليب تغيير ثقافات أهل هذا البلد وغير ذلك. يزداد هذا التصعيد في وتيرته حينما تكون هناك مقاومة تهدف إلى تطهير البلاد من هذا الاحتلال. ولكن يعني بالحديث عن الأهداف التي يبتغيها كيان الاحتلال من وراء هذا التصعيد فإنها كثيرة، يعني لعل في مقدمتها يمكن تشخيص المآلات التي وصلت إليها حكومة نتنياهو بعد حملتها الأخيرة في جنين، التي منيت بالفشل رغم أنها كانت الأكثر تحشيدا والأكثر ضراوة والأكثر ضربا بحق أهلنا في فلسطين، لم تحقق أهدافها. وسائل الإعلام العبرية بنفسها أقرت بأن عملية تل أبيب أول أمس السبت بددت ما أعلنته حكومة نتنياهو التي تدرعت من قبل بأن عملية الجيش في جنين هي أعادت معادلة المشهد الأمني في الأراضي المحتلة، وأعادت تموضع قوات الاحتلال بالنسبة لتحقيق أهدافها وغاياتها. وسائل الإعلام العبرية سواء ما كان منها من صحف أو قنوات أو مواقع، حينما تقر بأن القوات الصهيونية تعاني غياب الاستراتيجية المنتظمة في الجانب الأمني وتسير إلى الهاوية بموازاة الأزمة السياسية التي تطبق حكومة نتنياهو، كل هذه يعني أمور تجعل من الجريمة الغطاء الوحيد الذي تلتحف به حكومة الاحتلال وقوات الاحتلال بكافة أصنافها، تجعل من الجريمة وسيلتها الوحيدة للتغطية على هذا الكم الهائل من الفشل. إذا ما نظرنا إلى الزاوية التي يشعر فيها الاحتلال بالقلق من مدن المقاومة سواء في جنين وفي بقية مناطق الضفة الغربية وفي صمود المرابطين في المسجد الأقصى دون إخراج قطاع غزة من المعادلة، الذي دائما ما يدخل الصهاينة في دوامات من الاضطراب والعبث، لا سيما حين تحدد الفصائل هناك أماكن وأزمنة الجهات التي من شأنها استنزاف قوة العدو، فضلا عن استعداد القطاع دائما لصد أي هجمة يبادر بها جيش الاحتلال. كل هذه المنظومة في سياقها الاستراتيجي تنبئ على أن الاحتلال الصهيوني يعني يعيش في حالة من المأزق لا يريد البرح بها، وليست مبالغة لو قلنا أنها مقدمة لزلازل قد تضرب كيان الاحتلال، وتسعى حكومة نتنياهو وجماعات المتطرفة الملحقة بها أن تتصدى لهذا الزلزال بالمزيد من الإجرام وبمحاولة التعمي على الحقائق التي تجري على الأرض. نعم، أصدرتم في هيئة علماء المسلمين بيانا تنددون فيه بالانتهاكات الصهيونية، يعني ما الرسالة التي تودون إرسالها من خلال هذا البيان؟ الحقيقة رسالتنا سواء فيما يتعلق بالقضية الفلسطينية أو بقضايا المسلمين في أنحاء العالم، كما صدر في بيان الهيئة أول أمس فيما يتعلق بما يجري للمسلمين في الهند، رسالتنا هذه لها ثلاث اتجاهات. الأولى بث المزيد من الوعي في الأمة. الأمة اليوم نعم هي تعرف أنها تواجه عدوا، وتعرف أن أراضيها في فلسطين، في العراق، في سوريا، في الهند، في أماكن أخرى تعاني من بأساء وتعاني من ضراء وتعاني من مشاريع احتلالية تريد تدميرها. نعم الأمة تعي ذلك، ولكن إدامة شعلة الوعي هذه تحتاج إلى
المزيد من التفكير، تحتاج إلى مزيد من الطرق على الأذهان وعلى المشاعر وعلى النفوس وعلى القرارات وعلى العقول، من أجل أن تبقى القضية في حس الجماهير متقدة دائما. والاتجاه الثاني من الرسالة، نريد أن نبين أن قضية فلسطين هي قضية الأمة كلها، لأن ما يجري في فلسطين لا يخص الفلسطينيين وحدهم، وإنما يخص المسلمين جميعا بالمقام الأول، ثم يخص العرب بشكل ثاني، ثم يخص العالم الأحرار الذين ينشدون الحرية ويبحثون عن العدالة في هذه الأرض. قضية فلسطين طالما هي قضية كلية لابد أن يتم التعاطي معها من جميع الجهات، ونحن نحسب أنفسنا بوصفنا هيئة إسرائيل مثل وطنية، تجد أن من الواجب أن تجعل من فلسطين إحدى نوافذ قضيتها، وبالتالي لابد أن نسلط الضوء على هذا المعنى. أما المساق الثالث أو الاتجاه الثالث من رسالتنا فهو معني بالمقام الأول بتوثيق جرائم الاحتلال وحفظها وتدوينها، لأن كما تعلم أن الجرائم من هذا النوع لا تسقط بالتقادم، وأن يعني في من سنن الحياة أن المجرم لا بد أن يخضع للمحاكمة ولا بد أن ينال جزاءه، فنحسب أنفسنا أننا نسهم في توثيق هذه الجرائم من أجل أن نعدها لليوم الذي يتم الاقتصاص فيه من هذا العدو والانتصار لشعبنا وأهلنا في فلسطين. نعم. أيضا أستاذ معاذ، يعني كيف ترون تبعات تعمد المستوطنين الصهاينة استهداف المدنيين من الفلسطينيين وحتى الأطفال منهم؟ هل هناك توجه ما مدفوع بآراء دينية من قبل قادة الاحتلال مثلا؟ نعم بالتأكيد، هذا واحد من الأسباب التي تحرض المستوطنين وقوات الاحتلال بكافة تشكيلاتها وأصنافها، وكذلك أيضا جماعة المتطرفة تحرضهم دينيا بالمقام الأول على أن تفعل في الفلسطينيين ما تفعل. ثم إن تمت قضية أخرى يعني لها علاقة بأي مشروع احتلال، نحن هذا الشيء جربناه في العراق، أن قوات الاحتلال تريد أن تجعل من الإيغال في دماء الناس، من الانهيار الأمني، تريد أن تجعله واقع حال حتى ينظر الآخر أو حتى يتعاطى الناس الذين ينظرون إلى المشهد من الخارج على أنه أمر معتاد يومي، بحيث حينما يطالعون نشرات الأخبار وحينما يقرؤون التقارير وحينما تظهر أمامهم صورة ما يجري يعدونها أمرا طبيعيا بسبب التكرار، وكأنما الآن حكومة نتنياهو حقا تريد أن تجعل من الجريمة ومن المأساة التي تحل بها في فلسطين واقع حال لا ينبغي له أن يحرك مشاعر الناس، ولا يمكن له أن يجعل العقول تفكر في كيفية الخلاص من هذا الاحتلال. نعم. ما مدى توافق موقف المجتمع الدولي الذي يملأ العالم ضجيجا كما تعلم لأوكرانيا مع قتل المدنيين واعتقال الأبرياء في الضفة الغربية؟ المجتمع الدولي والرأي العام فيه يعني نستطيع أن نقول مرد على النفاق تجاه قضايا المسلمين بشكل عام وتجاه القضية الفلسطينية والعراقية أيضا بشكل خاص. نحن في العراق مثلا كنا قد نفضنا أيدينا منذ سنوات من المجتمع الدولي ومواقفه المنحازة، إذا كنا كذلك في العراق فإن الأمر في المشهد الفلسطيني غير مختلف تماما، وكما يعلم الجميع مدى قوة الأواصر والصلات بين القضيتين العراقية والفلسطينية، لذلك عندما نتكلم عن فلسطين فإننا نتكلم عن العراق بالضرورة والعكس كذلك. بحكم تجربتنا العراقية وإسقاطاتها على المشهد الفلسطيني، لا نرى في المجتمع الدولي إلا أنه تبع لإرادات الدول التي تسمي نفسها عظمى، هي تتحكم بكل المؤسسات والمنظمات التي تحمل عناوين براقة تتغنى بالعدل وحقوق الإنسان ادعاء، بينما هي في الحقيقة لا تعمل إلا في سياق المشاريع الاحتلالية وأمزجة هذه الدول الكبرى وإرادتها في المنطقة. ما تريده هذه الدول من الأمور أن يشاع، وإن كان صغيرا فإنه ينتشر وتستخدم فيه الجلبة والتصعيد، وتستمد ذلك من مشروع إبليس الذي نبهنا القرآن الكريم منه، واستفزز من استطعت منهم بصوتك وأجلب عليهم بخيلك ورجلك. هذا المنطق الشيطاني الذي يجعل من الصغائر كبائر والأمور الكبرى يقدمها، هذا ما تفعله الدول الكبرى التي تتحكم في المجتمع الدولي والرأي العام. اليوم إذا كانت القضايا التي لا تخدم مصالح الدول الكبرى مثل ما يجري في فلسطين أو في العراق أو في سوريا وفي غيرها،
إذا كانت تتقاطع معها أو كانت مصادمة لمصالحها حتى وإن كانت فادحة وشديدة فإنها تتجاهلها. شكراً. ولا تعطي معها ولا تعطيها حقها في التعاطي والتحليل والنظر. نعم، إذن كنت معنا عبر الهاتف من عمان مسؤول قسم الإعلام في هيئة علماء المسلمين الأستاذ معاذ البدري، شكرا جزيلا لك.